نرحب بكم مرة أخرى، هذه المرة في جلسة المتحدث الرئيسي لهذا اليوم من المؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب، تجويد نواتج التعليم ودعم النمو الاقتصادي الذي تنظمه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة مع الأمانة السعودية لمجموعة العشرين. It's our pleasure to welcome you again to the first keynote speech of the International Conference on Education. مجدداً لهذا في هذا المؤتمر. جلسة المتحدث الرئيس لهذا اليوم بعنوان العائد الاقتصادي لجودة التعليم. يدير حوارها معالي الأستاذ فيصل الإبراهيم نائب وزير الاقتصاد والتخطيط. The first keynote speech is titled Economic Returns to Quality Education. The speech is moderated by His Excellency Faisal Al-Ibrahim, Vice Minister at the Ministry of Economy and Planning. فليتفضل معاليكم مشكورا. Please welcome His Excellency. أرحب بصاحب المعالي. أيها المشاركون، سادتي والسادة، إنه لسعادة عظيمة أن أكون معكم هنا افتراضيا، وأشكر هيئة التقويم التعليمي والتدريب على تنظيم هذا المؤتمر الهام على اعتباره فرصة لكي يكون لدينا متحدثين دوليين ووطنيين يتحدثون عن القضايا المعاصرة بالنسبة لتقييم التعليم والتدريب. خادم الحرمين الشريفين قال أن التعليم في المملكة العربية السعودية ضرورة، هو الذي يساعد في تحقيق طموحات الشعب نحو التقدم والازدهار والعلوم والعلم والمعرفة. وقد بدأنا بتأثير إدارة المعارف في عام 1958، بعد ذلك كانت مؤشرة لإنشاء وزارة التعليم في عام 1953. الآن تحت وفي ظل رؤية المملكة، فإن المملكة تسعى لتقديم تعليم ذو جودة عالية للجميع، وهو يحتل 20% من إنفاق الحكومة. مع العزيمة والتصميم بوزارة التعليم مع وزارة الصحة، نشرت الوعي بخصوص جائحة كورونا في كل بيت، والحكومة سوف تستمر في رصد كافة هذه المتغيرات. وزارة التعليم لديها العديد من المنصات للتعليم الإلكترونية التي جهزت العائلات والأولياء الأمور بالمنصات والأجهزة للتعليم الإلكتروني لدعم القدرات رأس المال بالتعليم المبكر بوصفه المرحلة الأولى الفارقة للتعليم المتقدم. تحت رئاسة 20 في المملكة تبنت التعليم على أنه المكون الرئيسي لتمكين الشعب، والمجموعة مستمرة في تمكين الشباب لاستفادة من كافة إمكانياتهم. بنظر المستقبل ندرك أن التعليم يواجه تحديات في كل مرحلة التطور التي تمر بها الشعوب والمجتمعات، ولذلك علينا نستثمر ونتوقع هذه التحديات ونستخدم حلول مبتكرة في كافة فروع التعليم، سواء كان من التأسيسي والنظري والتدريبي والمهني وغيره، للاستفادة من الفرص. المملكة تدرك أن التعليم والاستثمار هو الاستثمار في رأس المال البشري والإنسان، ودائما تشجع القطاع العام والخاص والغير ربحي لدعم جودة التعليم لتحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي. قبل الانطلاق أريد أن أذكركم بأن ترسلوا لنا الأسئلة في صندوق المحادثات بدون إطالة. أقدم لكم دكتور أريك هانشك لكي يحدثنا عن التحديات في المملكة العربية السعودية. والبروفيسور هانشك هو زميل في معهد هوفر في جامعة ستانفورد، وأيضا ينضم إلينا من هناك، وهو رائد ووضع تطوير تحليل التعليم، ولديه أبحاث في كثير من مجالات السياسات، ولديه تأثير واضح ونافذ على سياسة التعليم في الدول النامية والدول المتقدمة. حاليا مجال بحثي يتعلق في أسباب أداء بعض المدارس أفضل من المدارس الأخرى، ولديه أيضا
لديه أبحاث عن النمو، وأيضا لديه أبحاث تتعلق بتطوير التعليم، وهو خريج أكاديمية الطيران، وأيضا خريج لديه درجة الماجستير من معهد ماساتشوستس للتقنية. أصحاب المعالي سادتي والسادة، إنه شرف عظيم أن أشارك معكم في هذا المؤتمر المهم، وعلي أن أظل في كاليفورنيا بسبب الجائحة، ولكن أقدر وأثمن إتاحة هذه الفرصة بالنسبة لي من خلال هذا الفيديو لكي أناقش اليوم أحد الأزمات المعاصرة التي ما زلنا نعاني من أثرها، وهي جائحة كورونا، وهي سبب كثير من المناقشات اليوم. دعوني إذن أيها السادات والسادة، أن ألخص الذي سوف أستعرضه معكم اليوم. الشيء الأول هو التركيز على الأهمية الكبيرة للتعليم بالنسبة للنمو الاقتصادي. الجزء الثاني هو ركز على العلاقة ما بين التعليم والنمو، وسوف أناقش ما هي قيمة القيمة الاقتصادية للمهارات الإدراكية والذهنية، ونضعها في سياق المملكة العربية السعودية. بعد ذلك نأتي إلى وأعرج سريعا على خيارات السياسات التي أراها من المؤلفات الدولية، من منظور المؤلفات والأبحاث الدولية. لا أعتقد أنني سوف أتحدث عن هذا الموضوع كثيرا. إن رؤية المملكة 2030 وضحت ونصت بوضوح على التوجه الذي تنتهجه وتهدف إليه المملكة العربية السعودية، وأيضا بالنسبة للخلفية نرى هنا المشاكل المالية التي يعاني منها العالم اليوم والحاجة إلى النمو الاقتصادي. ولكن الذي سوف أتحدث عنه اليوم هو المستقبل. مستقبل المملكة العربية السعودية يعتمد على تحسين نواتج التعلم وتجويدها بناء على الأبحاث، بلا ريب ولا شك. هذه أولويات قطاع التعليم. سوف أتحدث عن بعض التداعيات الخارجية بالنسبة للسياسات التعليمية. إذن رؤية 2030 وضحت الحاجة إلى أن يكون لدينا قطاع نفطي، قطاع ضروري تطوير قطاع حيوي غير نفطي. الرسالة الأساسية والجوهرية هنا التي أكررها دائما أن النمو الاقتصادي يعتمد على المهارات السكان، والذي نراه إذا نظرنا في المملكة في جميع أنحاء المهارات، القوى العاملة في بلدان مختلفة يحكمها أن النمو الاقتصادي طويل الأمد ولهذا الأمد. لذلك هناك عوائد اقتصادية لكل اقتصاد من تطوير هذه المهارات اللازمة لسوق العمل. بعد ذلك نأتي إلى التعليم بوضع الحال في المملكة العربية السعودية. لا يدعم النمو الاقتصادي، هذا هو اقتصاد يقوم على المعرفة والمهارات. وهناك الكثير من المناقشات بالنسبة للطفولة المبكرة، وأيضا التعليم العالي وهم رفيقات الأمور، وأيضا المهارات غير الإدراكية الذهنية. هذه الأشياء التي لابد أن نركز عليها في المدى المتوسط والقصير من وجهة نظري. وجهة نظري هذه تأتي من وتنبع من ما الذي يدفع النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم. معززات النمو الاقتصادي، التعليم والنمو، موضوع الباحثين على مدار نصف ربع قرن الماضي. لماذا بعض البلدان لديها وتيرة النمو أسرع من البلدان الأخرى؟ وكافة الأعمال والأبحاث تنظر إلى مجموعة من الأمور، التجارة الدولية، إلى طريقة تنظيم الحكومات وأيضا التنظيمات واللوائح. كل تحليل في واقع الأمر يشمل رأس المال البشري الوطني. وفي هذه الفترة فإن الأبحاث خلف النمو الاقتصادي
تعتمد على عدد سنوات الدراسة التي يحصل عليها الطلاب في كل بلد. هذا رسم توضيحي بياني لسنوات الدراسة والنمو الاقتصادي وعلاقتها بالنمو الاقتصادي لأحد المشاريع التي قمت بها، أحد المشاريع البحث. ننظر هنا سنوات الدراسة المشروطة. المحور الأفقي هو معدل النمو الاقتصادي على مدار طويل. هنا ننظر إلى معدلات النمو وكافة هذه البلدان حددت هنا لا تحددت وهن لديها مستوى مختلف من التعليم في فنزويلا في الأسفل وسنغافورة في الأعلى وكوريا في الأعلى، هنا تتصدر القائمة. لذلك هذا يوضح لنا العلاقة الأساسية التي ما بين طول فترة الدراسة ومعدل النمو الكبير. هذه علاقة وثيقة ما بين الاثنين. هناك أشياء أخرى لابد أن أتحدث عنها بخصوص هذا الرسم البياني، هو خطأ تماما. هذه ليست علاقة صحيحة، ولكن هذا هو الرسم البياني الصحيح. بدلا من سنوات الدراسة بدأ أن تكون هي الأفق المحور الأفقي. فكروا في نتائج اختبارات فيزا التي لدينا درجات من المملكة العربية السعودية وعدد كبير من البلدان الأخرى، وهنا المحور الأفقي بالنسبة لمعدل النمو المشروط، وهي نقطة البداية لكل بلد في مرحلة النمو. إذا البلد أقل بمستوى أقل من النمو الاقتصادي، ربما يكون معدل النمو أسرع إذا نقلت من الآخرين. إذا البلد كانت أكثر تقدما وتتصدر الإنتاج عليها أن تبتكر أشياء جديدة. ولكن الذي نعرفه من هذا الرسم أنه علاقة قوية ووطيدة ما بين درجات الاختبارات، وهي قياس المعرفة في الرياضيات والعلوم في بلدان مختلفة وعلاقتها بالنمو السريع الاقتصادي. وهذا ما حدث في عام 2000، منذ عام 2000 الذي نراها هنا علاقة إيجابية ما بين البلدان التي أظهرت أن الطلاب الذين يتعلمون أفضل يكون لديهم فرص تعليمية، فرص عمل أفضل مما يدعم الاقتصاد. وهذا البلدان هنا قريبة من هذا الخط. بعبارة أخرى، هذا الأمر يشرح ويوضح غربية معدلات النمو في هذه البلدان. دعوني أعود مرة أخرى إلى الرسم السابق. لدينا هنا سنوات الدراسة الذي كنا نركز عليها في بلدان كثيرة من البنك الدولي، هنا عدد سنوات الدراسة. ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار الذي يتعلمه الناس في المدرسة، يمكن أن يكون لدينا هنا خط مختلف. لدينا سنوات الدراسة المشروطة، وبعد ذلك لدينا إذا أخذنا بعين الاعتبار نجاح الطلاب في اختبارات العلوم والرياضيات وما الذي تعلموا، نجد ذلك ينعكس تماما أن سنوات الدراسة لا يكون لها أي قيمة إذا لم تتعلم أي شيء في هذه المجالات. دعوني إذن السؤال هنا الذي يسأل هنا، هل هناك علاقة سببية الذي هناك لزيادة المهارات في أي بلد؟ هل نتوقع أن يكون هناك ارتفاع في معدلة النمو؟ يمكن أن يكون هناك ارتفاع بسبب التعليم الأفضل، أو هناك عوامل أخرى مثل اختلاف الثقافات في بلد ما والتنظيمات والتشريعات أو المؤسسات الأخرى مثل انفتاح الاقتصاد وهكذا. أنا ليس لدي وقت لأدخل في التفاصيل وأعرف التفاصيل، ولكن دعوني أقول لكم بعد بحث عميق ومكثف، أقول إن هناك علاقة قوية في هذه العلاقة السببية في تحسين المهارات وعلاقتها بالنمو الاقتصادي السريع. الآن دعوني أن أضع ذلك في سياق المملكة العربية السعودية. هذا الرسم البياني من جزئين يوضح أدائي في الرياضيات طبقا لاختبارات بيزا في عام 2019. الاختبار هو لحل المسائل الرياضية،
وأيضا هو اختبار عالمي ويرى الإجابات، إجابات الطلاب من بلدان مختلفة، الذي يوضح لنا هذه متوسط درجة في الرياضيات. نجد هنا في اليد اليسرى، على اليد اليسرى نجد أن جمهورية الدنماركية الأقل في عام 2019 في اختبار الميزة. نجد هنا أيضا سنغافورة وهونغ كونغ وبلدان أخرى تتصدر القائمة. البلدان هنا باللون الأخضر هي من هي المملكة العربية السعودية، شاركت في اختبارات البيزا وهي قريبة من جمهورية دومينيكا المملكة العربية السعودية. في واقع الأمر نحن لدينا هنا تقدم كبير في هذا الاختبار. دعوني أقدم لكم مثال يعود إلى الصورة التي عرضتها عليكم سابقاً، والتي أن درجات الاختبارات تحدد النمو. إذا وضعنا المملكة العربية السعودية في الصورة نجد المملكة ما زالت هنا في آخر المنحنى، والمملكة تسعى لتحسين هذا الأمر. كيف لنا أن تحسن المملكة وضعها على هذا المنحنى التصاعدي؟ إذا نظرنا إلى النمو في المستقبل، هناك سنوات في المستقبل بالنسبة في هذا القرن، وما هو أن صافي الإنتاج المحلي في المملكة العربية السعودية في المستقبل مع القوة العاملة التي نجدها هنا في تقدم كبير، ما تصل إلى 24% من صافي الإنتاج، وهي توصل 50% اليوم. إذا قمنا بتحسين مهاراتي وتعليمي السكان يمكن أن نتوقع طبقا للأنماط التاريخية مسارات نمو سريعة، كما يمثل الخط الأحمر، والذي أريد أن أقوم بأن أوضح لكم ما هو الاختلاف. سوف أنهي بمقدار صافي الناتج المحلي في نهاية هذا القرن حتى نرى ما الذي يحدث. دعونا نأخذ مثالا بسيطا، المملكة العربية السعودية هي تقدمت. نجد أن المملكة أن الأردن تقدمت على المملكة في عام 2018. نجد أن 239% من الناتج المحلي، وهذا يعني أنه ما يقرب 5% أعلى بالنسبة للناتج المحلي. كل عامل في المملكة العربية السعودية لديه 10 سيرتفع راتبه بنسبة 10% في حتى نهاية هذا القرن. مستوى آخر سوف أستعرض، وهذه أرقام من 2015 بالنسبة للمهارات الأساسية العامة. أعتقد أن 30% لم يكملوا التعليم الثانوي، وطبقا أيضا للدرجات أن 78% كان لا يستطيع المنافسة في السوق الدولي. إذا وضعنا ذلك في المدارس الدولية، هذا الأمر نجد أن القيمة الحالية هي 975% من الناتج الإجمالي المحلي، بما يعادل أكثر من 15 تريليون دولار. أتحدث هنا 40% في ارتفاع في الرواتب في المملكة العربية السعودية، أعلى من رواتب جميع العاملين كل سنة. الآن بالنسبة لدرجات بيزا الحالية، أن 30% هو أقل، ولكن هذا هو التحدي الآن. هناك الكثير من الخيارات التي سوف أستعرضها معكم الآن، ليس حتى يكون لدينا وقتا للأسئلة، ولكن الإجابة التي خرجت بها جميع الأبحاث، لابد أن يكون هناك تطوير للمعلمين الفاعلين وتأهيل المعلمين الفاعلين والأدلة والشواهد المحفزة مع قلتها.
وهناك دليل غير كافي بالنسبة بتدعيم وتقوية كليات المعلمين وتوفير التطوير المهني، ولكن الاحتياج هو أن يكون لدينا أنظمة تقويم يعتمد عليها وأيضا حوافز للمعلمين الفاعلين حتى نضمن أن هؤلاء المعلمين الفاعلين يكون في قاعات الدراسة جزء من هذا الأمر. إذا أعطينا وضع المملكة العربية السعودية والتي سوف تتجه إلى الأسواق العالمية للحصول على المعلمين الذين تم تدريبهم في أماكن أخرى لسد الفجوات الأولويات من وجهة نظري بالنسبة للقياس الأداء لقطاع التعليم، لابد أن تكون هناك قياسات دقيقة واختبارات دقيقة للمهارات الإدراكية المعرفية. ونعرف المدارس تقدم تعليم عالي كل عام، ولكن هناك دور كبير أيضا لتعليم الطفولة المبكرة. صاحب المعالي أشار إليها في المقدمة، وهذا الأمر لتجهيز وتحضير الأطفال للمدرسة. ولكن إذا ركزنا على فترة الطفولة المبكرة ونظرنا إلى النتائج الخاصة بها، لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار. وهناك أيضا فيما يتعلق بالمهارات العامة مقابل المهارات المهنية، وهذا الأمر ممكن أن يأتي. هناك مهارات مهنية يمكن أن تأتي على حساب المهارات العامة وهي في غاية الأهمية، ولا يمكن الاعتماد على نوع واحد من المهارات بالنسبة للقوى العاملة التي تدخل المباشرة تدخل إلى السوق الآن، لأنه كما قلت معظم هذا يعني أن الوظائف سوف تتغير في المستقبل، وعلينا أن يكون لدينا عمال يتم قادرين على التكيف مع بيئات العمل المختلفة. الآن أحد السياسات الأخرى من وجهة نظري يمكن هي الاستثناءات التعليمية لمخالفات الإقامة. علينا أن نقوم بسد الثغرات والفجوات النقص الحالي حتى يتم تطوير التعليم والأيدي العاملة داخل المملكة. بالنسبة للتداعيات الخارجية لقطاع التعليم، الخلل الحالي في سوق العمل الخاص، قلة الوعي بثقافة ريادة الأعمال وضعف قطاع ريادة الأعمال والعمل في قطاع الخاص. ثانيا، أعرف أن هناك تركيز مهارات ريادة الأعمال وثقافة ريادة الأعمال. هناك تحدي كبير في الطرق التي لابد أن نستخدمها في دعم الابتكار واقتصاد مبتكر في المستقبل. هناك حاجة أخرى إلى قيود الإقامة، استمرار الحاجة لغير السعوديين من حاجة لتطوير قدرات المجتمع السعودي. كافة هذه الأمور هي أصبحت الآن حوافز ضعيفة للطلاب، لابد من النظر إليها جيدا. وهذه التحديات الخارجية، صاحب المعالي سوف تقف هنا، والآن نتجه إلى الأسئلة بدلا من فقط المناقشة يا إجدا. وأثمر أشكرك شكرا جزيلا. أعتقد لدينا بعض الأسئلة، سوف أبدأ بالسؤال الذي لدينا. قمنا بتنظيمها بعدد هذه الأسئلة عندما ذكرت الحاجة إلى النظر إلى هذه الخيارات السياسة في المستقبل. الذي طالبت به هو الاستثمارات في التعليم في القرن الماضي، والمخرجات التي خرجت بها كانت إشارة وبادرة على التقدم، ولكن هنا الدرجات، هنا أعتقد طموح القيادة ليست فقط أن نقفز عشر مراتب، ولكن تركز على مخرجات التعلم على كافة المستوى. ونحن بصوب هذا الاتجاه، وقد ناقشنا بعض الأمثلة في بالنسبة لسياسة سوق العمل وأيضا سياسات التعليم وأيضا إصلاح التعليم. وأعتقد الفكرة الأساسية
لأن نكون ننظر إلى الواقع وأن نكون أسيرين للتقدم الذي أحدثناه في الماضي. لذلك أريد أن أطرح السؤال، وإذا حصلنا على الرأي الشفاف فيما يتعلق بتقييم التعليم وسياسات التعليم، كيف تشعر اليوم الوضع الآن في المملكة فيما يتعلق بكافة الشركاء المتعلقة بتقييم التعليم وتقديم التعليم؟ طريقة التصميم، هل ننظر إلى الحكومة، هل ننظر إلى بيئة التعليم بصفة عامة؟ كيف تشعر؟ ما هو شعورك؟ ما هي الحلقات الناقصة والأجزاء المنقوصة والأشياء التي لابد أن نركز عليها؟ ما هي المجالات التي لابد أن نركز عليها والتي سوف تؤدي إلى عوائد أعلى؟ أشكرك على السؤال. دعني قبل أن أجيب على هذا السؤال مباشرة أن أعزز ما اقترحته من قبل، أن المملكة أحدثت حركة كبيرة فيما يتعلق بتقديم التعليم عالي الجودة، ليس فقط على مستوى الاختبارات الدولية، ولكن أصبح الطلاب السعوديين قادرين على المنافسة الدولية، وهناك دول تحاول أن تسعى مسعى المملكة العربية السعودية. والآن من الممكن تحسين، إذا نظرنا إلى عدد من البلدان التي أوضحناها في هذه الرسمة التي حصلت على مكاسب كبيرة، منها بيرو التي بدأت بأدائها قريب من المملكة العربية السعودية على مدار 15، قفزت وتصدرت بلدان أخرى. لذلك التحسين ممكن وتطوير ممكن، ولكن المفقود هنا، الحلقات المفقودة هنا، هي أن يكون لدينا نظام تقييم دقيق يقوم بتسجيل أداء الطلاب، والذي يربط هذا الأداء بالمدرسة التي يدرسون فيها، ليست فقط بطريقة بسيطة لكي نتكيف مع الخلفيات الخاصة بالطلاب، ولكن نرى ما هي مساهمة المدرسة، وأن نجعل هذا الأمر بيان عام ونقدمه للعام، وأيضا نقدم هذه البيانات للجمهور. هذه مهمة صعبة وتستغرق وقتا وتحتاج إلى عمل وجهد، ولكنها ممكنة، وعدد من البلدان أظهرت أن تحسين تقييم التعليم وربط الطلاب وجعل هذا الأمر شفاف من خلال تقديم حوافز للأداء الجيد، فإن التحسين ممكناً وأمراً ممكناً. أشكرك. هناك سؤال الآخر، هناك مناقشة الآن تم فيما يتعلق بأثر الجائحة على مخرجات التعليم على المدى الطويل. هناك من يقول أن هذا الأمر سوف تكون فجوة دائمة ومستمرة وضرر مستمر. هناك من يقول أن الحلول الحالية كافية للتخفيف من وطأة الأزمة والجائحة وتدشير ما يجري. ما هو رأيك في هذا الأمر؟ وما هي العناصر وماذا ضررها؟ وكيف لنا أن نخفف من الآثار السلبية للجائحة؟ هذا سؤال في غاية الأهمية من معاليكم بخصوص التحديات التي نواجهها مع هذا الفيروس. أعتقد أن البدائل هي المحتملة، وأنها سوف يكون هناك ضرر دائم بالنسبة للطلاب الذين تأثروا في الربيع الماضي بسبب إغلاق المدارس. لذلك نحن حولنا المدارس إلى مستوى المدارس في عام 2019 قبل أن نعرف أن هناك جائحة أو فيروس موجود. نحن سوف يكون لدينا ضرر مستمر بالنسبة للسكان الحاليين، سوف يرى على أنه ضرر مستمر للاقتصاد السعودي في المستقبل، لأن القوى العاملة والأيدي العاملة والمجتمع سوف يكون لديهم تعليم أقل في المستقبل بسبب الجائحة. لذلك البديل الوحيد من وجهة نظري هو أن نجد سبل وطرق
أخرى لجعل المدارس أفضل عن عام 2019 عما كان عليه الوضع، وهذا جزء من الأهداف العامة والشاملة للقيام بهذا الأمر. ولكن في وجه الجائحة يمكن أن أقترح حلين مباشرين نبني عليه ما تعلمناه خلال وقت قفل المدارس، إغلاق المدارس. أولاً بأن نعود إلى القاعات الدراسة أو ربما التعليم عبر الفيديو في المنازل، الذي نراه أنه سوف يكون هناك تنوع كبير في التعلم وتجهيز التعلم في الطلاب عندما يأتون إلى قاعات الدراسة. في بعض قاعات الدراسة أتوقع في البيت هناك الكثير والكثير من التعليم ربما تقوم به مع ابنتك، ولكن هناك أماكن أخرى لا يكون هناك تعليم كبير في البيت حتى لو كان لديهم التقنية للقيام بهذا الأمر. لا تتم عملية التعليمية على الوجه المطلوب، هناك تنوع كبير، لابد أن يكون هناك تنوع كبير في الإعداد والتجهيز الطلاب. نحن عرفنا قبل الجائحة أن علينا أن نركز على منظومة التعليم على المستوى الفردي للطلاب، أي ونقدم تعليم للطلاب بدلا من أن ننظر إلى المتوسط لما نتوقعه من الصف الرابع عندما يأتون إلى الدراسة. لذلك يمكن أن نستخدم هذه الخبرات وهي من السهل. الآن لدينا التقنية الآن موجودة في قاعة الدراسة لوضع تعليم يلبي الاحتياجات الفردية للطلاب. الشيء الثاني وأعتقد رأيته من رحم هذه الجائحة، إذا نظرنا إلى الأطفال ونرى ما هي الدروس التي يحصلون عليه، هناك بعض المعلمين يكون أداؤهم أفضل في تقديم هذه التدريس عبر الفيديو عن الآخرين. هذا شيء علي أن ننظر إليه عندما يكون لدينا التدريس داخل الفصل. هناك معلمين يكونون أفضل في تقديم الحصة أو الدرس من خلال الفيديو أكثر من الآخرين، ويمكن تطبيق ذلك في قاعات الدراسة والاستفادة من هذا الأمر. لقد عرفنا لبعض الوقت يجب أن نستخدم مرة أخرى إذا كان هناك شيء نستخدم التدريس عبر الفيديو بأن نعلم المزيد من الطلاب، وأن نستخدم المدرسين الذين يجدون التدريس في الفصل بأن يعلم المزيد من الفصل لكي يكون أكثر فعالية، ونقدم توازنات وقوة. بعبارة أخرى علينا أن ندير أداء المعلمين بناء على مدى فعاليتهم ونركز على ذلك الأمر. إذا قمنا بهذا الأمر يمكن أن ننتهي بنظام تعليمي أفضل، نظام مدارس أفضل. أشكرك، لقد ذكرت مرة أخرى فكرة التقييم وإدارة جودة المعلمين، أن نساعدهم، أن نمكنهم ليكون أداؤهم أفضل، وأن ندمعهم في طموحاتهم أيضاً وأيضاً منظومة التعليمي أيضاً. علينا أن نركز على بعض المشروعات. ما زلت أعتقد أن بعض المعلمين جاهزين للقيام بهذا الأمر، وأعتقد أن هذا مجال يجب أن ندعم بقية المعلمين. إذا لدي سؤال فيما يتعلق بنتائج الاختبارات والقيود، ما شعورك لكي نحدد قيود نتائج الاختبارات إذا كانت لديها قيمة تشير إلى أداء الطلاب؟ أن إذا نظرنا إلى نتيجة الرياضة للتلميذ في الصف السادس، كيف يمكن هذا لا يشير إلى الأنشطة لهذا المدرسة أو حجم التعلم؟ لذلك علينا أن نتوقع الحذر جيداً ألا نعتمد على وجه حصري على نتائج الاختبارات، وأن نأخذ بعين الاعتبار العوامل والجوانب الأخرى داخل المدرسة. وفي الوقت نفسه إذا عدنا مرة أخرى إلى الصورة التي عرضتها عليكم، نتائج الاختبارات التحصيلية هذه منها نتائج بيزا وأستخدمها كمثال، هذه النتائج هي تشير إلى المهارات إلى السكان. وأيضا الذي نراه اليوم أن الناس يحاولون الحد من أهمية
ويقول من أهمية نتائج الاختبارات. الموضوع ليس نتائج الاختبارات ولكن كمية التعلم والمهارات الإدراكية في المدارس وهذه الاختبارات هي فقط هي مؤشرات سريعة لهذا الأمر، ولكن التعلم هو الأمر هو غاية الأهمية، ولا يمكن أن نتجنب هذا الأمر إذا حاولنا نتجنب نتائج الاختبارات وأن الجميع يعرفون ما هو التعليم الجيد سوف ينتهي بنا الأمر في وضع سيء للغاية. هناك سؤال آخر إذا لم تمانع، ما هي العوامل المهمة التي تؤدي إلى مقارنة البلدان للتحسين التي أدت إلى تحسن أداء الدول في ما هي التدخلات التي قامت بها؟ أعتقد والذي نراه ليس لا يوجد هناك شيئا واحدا قامت به البلدان لتحسين أدائها، ولكن الذي نراه أن هناك بعض البلدان لديهم نظام تقييم قوي واعتمدت على هذا الأمر ودعمت نظام التقييم. هناك دول اهتمت كثيرا بتدريب المعلمين، هناك دول أخرى انتحت وخصصت وقت للتفكير في كيفية إدارة العملية التعليمية وتجهيز. لدينا خبرات متنوعة، ولذلك فإن التعليم أو المسؤولين عن التعليم لابد أن يكونوا حساسين لهذه الأشياء وهذه المواضيع، وأن تأخذها بعين الاعتبار بما يخدم سياق المدارس في المملكة العربية السعودية. هناك اتجاهات وهناك خيوط متشابكة ومتشابهة. لا أعتقد أن هناك بلدان نجد أن هناك البلدان هنا من الصعب أن تحقق أي تحسين أو أي تقدم إذا لم يكن لديها نظام تقييمي جيد. وإذا نظرنا إلى البلدان مختلفة نجد هناك المزيد من المدرسين، هناك أداء جيد للمدارس بسبب دعم أولياء الأمور، لأن أولياء الأمور أصبحوا جزء لا يتجزأ من إدارة المدرسة وإشراك آرائي وإشراك في أرهم. هناك الحوافز أيضا المقدمة داخل النفاذ هي محفزة لإدارية المدرسة للطلاب وإلى المعلمين، يمكن أن تقدم وأن توفر مجموعة من الحوافز للطلاب بأنفسهم سواء كانوا في أي مرحلة بناء على أدائهم. لدينا سؤال يخص الحوافز، من واقع خبرتك وخبرتك الواسعة، ما هي الحوافز التي تفيد كثيرا في جانب المعلمين؟ هناك الكثير من الجدل خص هذا الأمر بالنسبة للحوافز التي تفيد المعلمين، تخدم المعلمين بشكل أفضل. هذا الأمر يعتمد على السياق المحلي لكل دولة، ولكن المبدأ الأول هو عليك أن تعترف وتقدر فعالية المعلمين وأن تجد طريقة لمكافأة المعلمين الذين يتمتعون بكفاءة عالية، سواء كان من خلال الرواتب أو خدمات أخرى، أو تقدم أجازة صيفية رائعة لأفضل المعلمين. هناك أنواع مختلفة يمكن أن نستخدمها، ولكن هذا الأمر تركز على من يقوم بعملها على أكمل وجه بغض النظر عن سنه وبغض النظر عن الخبرة التي لديه. هذا الأمر يمكن أن يدعم المزيد والمزيد من المدارس أن تأخذ هذا المنح. أعتقد لدينا سؤال وإضافي، لدي سؤال يتعلق للعناصر والمكونات الخاصة بتطوير رأس المال البشري خارج منظومة التعليم. هل هناك أي مداخلات خارج المنظومة التعليمية لها أثرها على تطوير رأس المال البشري وأفضل نقول أفضل أعلى العوائد التي يمكن أن نحصل عليها؟ أولا بالنسبة سوق العمل، وأيضا هناك الكثير من الحوافز التي تقدم للطلاب لكن أدائهم جيدا داخل المدرسة لكي يكون أدائهم أفضل. لذلك الهيكل بقية الاقتصاد في غاية الأهمية. الذي لدينا والذي أجدناه هو لدي برامج مخصصة للبالغين. إذا كان لدينا أشخاص لم يحصلوا على المهارات بينما كانوا صغار، أو ربما يكون لدينا برامج تدريبية خاصة للبالغين في معظم الأماكن،
وهي مفيدة للغاية، وهذه الطريقة الفعالة. لذلك نحاول أن نقدم وأن نوفر المزيد من التدريب ودورات التدريب على رأس العمل. هذا ليس بالضرورة بأن يكون نقدم لسوق العمل. أعتقد أن الرسائل الرئيسية اليوم بالنسبة لنا التغلب على هذا التحدي الخاص بجائحة، بأن نركز الآن على الجائحة الآن. ربما علينا أن نستفيد من هذه الأزمة ولا نبددها سدى، ومن أجل أن نحقق قفزات سريعة ونستمر في رحلتنا في التحسين، ويكون قفزات ليس فقط بأن نغطي الضرر الذي أحدثته هذه الأزمة، ولكن أي نستخدم هذه الأزمة ونستفيد من هذه الأزمة لجعل تغيير شجاع وقوي. وكيف لنا أن ننظر إلى هذا الأمر ونحن الآن ننتقل إلى المستقبل؟ علي أن أؤكد ما ذكرته وأشدد عليه وأثمنه. خلال الجائحة لدينا فرصة للتحسين، تحسين أداء المدارس بطريقة نعرف أنه يجب أن نقوم بها، وكان من الصعب القيام بها في الأوقات العادية في الوقت العادي. علينا أن نستغل هذه الفرصة لإحداث هذا التغيير. هنا نعرف علينا أن نؤدي التغييرات بالفعل بسبب الجائحة، ولدينا مجموعة من الطلاب تعرضوا للأذى، وأيضا نعرف التحديات التي تواجه المملكة العربية السعودية واقتصاد المملكة العربية السعودية في المستقبل. ولا يوجد أي خيار آخر في واقع الأمر. إن المملكة العربية السعودية إذا كانت أرادت أن تصنع مصير، ولا يوجد أي خيار آخر غير تحسين نظام المدرسي. أريد أن أشكركم من قلبي، من عميق قلبي. أشكركم على الصراحة وعلى الأفكار والمرئيات التي شاركتها معنا اليوم، وأيضا أرجو أن أشكر السادة المتابعين لنا على الأسئلة، ونعتذر عن الأسئلة التي لم نستطيع توجيهها لكم. وأريد أن أشكر صاحب المعالي الدكتور حسام زمان، وأيضا على هذا الفريق العظيم من المنظمين لهذه الفعالية على عملهم الجاد. أشكركم والدؤوب أشكركم شكرا جزيلا، وأتطلع أن أراكم شخصيا، وأنا أرغب في هذا الأمر. أتمنى أن تتاح لي الفرصة بأن ألتقيكم شخصيا في المستقبل إن شاء الله. شكرا بروفيسور. شكرا معاليكم. Thank you, Your Excellency. شكرا لحسن استماعكم. بهذا تنتهي جلسة المتحدث الرئيس لهذا اليوم. نلقاكم بعد وقفة قصيرة في بيان ختام اليوم الأول للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب. Thank you for your participation. We conclude our first keynote speech of the conference. We will have a quick 4 minutes break. Then we are going to announce the final thoughts and conclusions of the first day of the International Conference on Education and Training. لدينا صراحة لمدة 4 دقائق، من ثم نعاود لأهم الملاحظات من اليوم الأول للمؤتمر. نلقاكم بعد قليل، بعد 4 دقائق من الآن.